الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 31 بعد 100، تحت عنوان نظريات السكان، الجزء 4 Demographic Theories. نظرية الضغط الخلاق Theory of Creative Pressure، راجل أن يكون فيه الفائدة لجميع الطلبة الأحباء والأعزاء المتابعين في كل مكان الوطن العربي الكبير. نظرية الضغط الخلاق Theory of Creative Pressure، نستعرض إن شاء الله تعالى في هذا المقطع نظرية السكان الرئيسة والأخيرة، وهي نظرية الضغط الخلاق The Creative Pressure Theory أو Theory of Creative Pressure. تأتي هذه النظرية الأخيرة ضمن سلسلة نظريات السكان التي شملت حتى هذا المقطع ثلاث نظريات أساسية في علم السكان، كانت على النحو التالي أو الآتي: نظرية الانتقال أو التحول السكاني Demographic Transition، ونظرية أو فلسفة مالثوس مالثوسيانزم حول السكان، ثم النظرية المالثوسية الجديدة أو المستجدة نيو مالثوسيانزم. سنتعرف على المفاهيم الأساسية لنظرية الضغط الخلاق. ما هو المقصود بالضغط الخلاق؟ وهل هناك حدود للإنتاجية limits to productivity حسب ما تدعي الآن أن نظرية الضغط الخلاق، بأن الضغط الخلاق يؤدي إلى زيادة الإنتاجية عفوا. وأخيرا نقارن بين وجهة نظر الضغط الخلاق والمالثوسية الجديدة، ونطرح سؤالا هاما: هل نستطيع التوفيق بين النظريتين؟ نظرية الضغط الخلاق. نشأت نظرية الضغط الخلاق خلال عقد الستينيات من القرن العشرين الماضي. تتعارض بعض أفكارها مع الأفكار التي تستند إليها المالثوسية الجديدة، وأول هذا التعارض يكمن في الفكرة الأساسية التي تتبناها نظرية الضغط الخلاق، ومفادها بأن للعدد الأكبر أو الأكثر للسكان آثار إيجابية positive impacts على النمو الاقتصادي، وذلك انطلاقا من المبدأ الذي يقول بأن الحاجة أم الاختراع necessity is the mother of all inventions. فالضغط السكاني يجبر البشر في رقعة جغرافية معينة أن يبحثوا عن حلول لمشاكلهم الاقتصادية والزراعية والتقنية. تتلخص إيجابية الضغط الخلاق في متابعة مسار النمو الاقتصادي وإيجاد الحلول للمشاكل داخل الدولة، كما في التمثيل الآتي وأرجو التركيز عليه. عند الآن نمو سكاني كبير، demographic growth كبير، الآن يولد ذلك إلى كثافات توظيف عالية higher occupation densities، وهي مشكلة، يعني هنا مشكلة وهنا مشكلة. إذن هذه كثافات توظيف عالية تؤدي إلى ضغط نحو زيادة الإنتاجية pressure to increase productivity، ثم يؤدي هذا بدوره إلى إبداع innovations، وأخيرا إلى نمو الإنتاجية productivity growth حسب ما تدعي هذه النظرية. عندي الآن في المربعين الأولين اللي هو المشاكل أو المشكلة نمو سكاني وكثافات توظيف عالية، ثم الآن عندي في المربعين التاليين هناك الحل، وأخيرا عندي نمو الإنتاجية وهو النتيجة النهائية لكل هذه العمليات. فالضغط الخلاق يبدأ من نمو سكاني كبير يؤدي إلى كثافات توظيف عالية، ثم إذا كان فعلا عقلانية في الاقتصاد وخاصة في بالمؤسسات الموجودة، المؤسسات الرسمية الشكلية واللا شكلية كما ذكرناها في أحد المقاطع، يؤدي ذلك ضغط نحو زيادة الإنتاجية إبداعات ثم نمو في الإنتاجية. الآن أمثلة على نجاح الضغط الخلاق ولو جزئيا، على الرغم من وجود إخفاقات في دول مثل بنغلاديش ومصر ونيجيريا، لكن دول أخرى قطعت أشوار طويلة وحققت مستويات نمو عالية اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا لم تكن متوقعة من قبل الاقتصاديين، ومنها الصين والهند، باعتبار الصين أكبر خزان للبشر في العالم إلى هذه اللحظة، تليها الآن الهند. وكذلك حققت بعض الدول إلى حد ما ولو بشكل أبسط مثل إندونيسيا وباكستان
نجاحات بسيطة جراء الضغط الخلاق. أدت التطورات الكبيرة في التقنيات الزراعية إلى ظهور طرق جديدة مثل الزراعة المكثفة intensification of agriculture، وطرق جديدة في التسميد new methods of fertilization، واستخدام أفضل المبيدات الحشرية pesticide use، وأنظمة ري irrigation متقدمة، وزراعة متعددة الأشكال المحصول multi cropping system. يرتبط الضغط الخلاق إيجابيا بمسائل متعددة تتعلق بالنمو السكاني، منها ما لمسه علماء الموارد والسكان والبيئة، وعلى النحو التالي: أولا، يؤدي الضغط الخلاق إلى مكاسب جديدة وعالية في الإنتاجية، كما ذكرنا قبل قليل في الرسمات أو المربعات التي شرحناها. ثانيا، لا يعمل البشر على نضوب الموارد، وذلك بواسطة تطوير تقنيات جديدة لتقليل استعمال الموارد انطلاقا من مصالحهم الذاتية. ثالثا، بناء على ذلك تتوافر الموارد بشكل أكبر. وأخيرا، أربعة، التغلب على نقص الغذاء، ما يؤدي إلى زيادة التوظيف بواسطة زيادة الإنتاجية. طبعا حدود النمو الإنتاجية، الآن هناك حدود واضحة للنمو الإنتاجية التي تدعيها نظرية الضغط الخلاق وحدود التطور التقني، يمكن تلخيصها فيما يأتي. بالنسبة للإنتاجية، لابد من النظر إلى ما يأتي: أولا، تآكل واهتلاك التربة soil exhaustion and erosion. ثانيا، لم تأخذ النظرية الخراب البيئي environmental degradation، والانحطاط البيئي الممكن، والتغييرات المناخ أو التغيرات المناخية climate change بعين الاعتبار. ثالثا، التمدد الحضري urbanization والاعتداء على الأراضي الزراعية الخصبة، ومثال عليها الأردن. خير مثال عندما كان شمال الأردن مناطق حوران الأردنية ومناطق مادبة وكثير من مناطق الأغوار كانت أراضي خصبة نتيجة الإهمال الحكومي والسياسات ربما المتعمدة وغير متعمدة، أدت إلى إهلاك هذه الأراضي والاعتداء عليها من خلال التمدد الحضري. رابعا، شح المياه ومشاكل التلوث pollution. أما بالنسبة للتطور التقني، فلا بد من النظر في المسائل التالية: أولا، عدم تعميم التقنيات المتطورة على المستوى العالمي وخاصة على الدول الفقيرة. ثانيا، الأسعار الباهظة للتقنية الحديثة التي قد لا تستطيع تحملها الدول الفقيرة. الآن سنقارن بين النظريات الأربع. يمكننا أن نستخدم الشكل البياني الآتي من أجل مقارنة بسيطة بين النظريات الأربع. الآن عندي على المحور الأفقي في هذا الشكل المكثف، فيه كثير من معلومات وبيانات. المحور الأفقي الزمن والسكان. على المحور العمودي الآن، فعل هذه النظريات أو يعني تفاعلها أو فهمها وإدراكها لقدرة الحمل. نتذكر في المقطع الأسبق قلنا عن ما يسمى بالكارينج كاباسيتي، قدرة الحمل للكرة الأرضية للأرض باعتبارها المورد الأساسي للبشر، حيث يقطنوا عليها، يؤسسوا مساكنهم، مصانعهم، أنشطتهم الاقتصادية، وكذلك زراعتهم على الأرض، ومن باطن الأرض يستخرجوا النفط والغاز والمعادن وما شابه. هناك مياه جوفية في باطن الأرض، وهناك مياه سطحية، وهكذا. الآن عندي عدد السكان، هو المنحنى الأحمر هذا، كان بسيط نتيجة يعني الآن في العصور القديمة كانت الأمراض تجتاح المدن والبلدات وتقتل كثير من الناس، فكان عدد السكان قليل والموارد كانت أكثر، وبالتالي هنا الملتوسية لم يكن لها أثر، بمعنى آخر يعني كانت الموارد أعلى من حجم السكان. تقدمنا مع الأيام، مع الزمن، أخذ على السكان بالازدياد المضطرد. وأنا الآن يعني نبدأ في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، هناك محاولات لأنه الموارد الاقتصادية تكون عالية، لكن ربما تصطدم الآن في مسار السكان وتحدث الكارثة الملتوسية أو المشكلة الملتوسية كما ذكرناها في مقطع الملتوسية. يأخذ الآن نتيجة الضغط الخلاق بزيادة الموارد، ثم زيادة الموارد هنا من كثرة زيادة الموارد يحدث انحطاط بيئي أو environmental degradation. فهنا القرن الحادي والعشرين، رغم أنه هناك تحولات سكانية هائلة حسب نظرية الانتقال والتحول السكاني، لكن انحطاط البيئي أدى إلى دمار كثير من الأراضي الزراعية وانتشار الأمراض نتيجة للمبيدات الحشرية pesticide وما شابه. فنحن الآن في القرن الحادي والعشرين،
ما يبين ذلك. فالمقارنة البسيطة بين النظريتين، النظرية الماثوسية الجديدة تقول أن كثرة السكان تحتاج إلى موارد أكثر، كثرة السكان تؤدي إلى آثار سلبية على البيئة، قدرة تحمل الأرض كارين كاباسيتي تنخفض، لابد من ضبط حجم السكان، كثرة السكان مرتبطة بكثرة الاستهلاك. أما نظرية الضغط الخلاق فبتقول كثرة السكان تحفز زيادة الإنتاجية كما ذكرنا قبل قليل هنا والمقطع السابق، الحاجة أم الاختراع، necessity is the mother of all inventions كما ذكرنا، وإمكانية تكيف الناس مع الأوضاع الجديدة نتيجة الوعي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقاطع المقبلة إن شاء الله تعالى ستكون حول نظريات التنمية الاقتصادية theories of economic development عفوا. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى لطفا من أجل تحسينه وتعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.